شتاء قادم، الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 64 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأذكر مشاركة المرأة الجزائرية في الجهاد والثورة على المستخرب الفرنسي. وفي الحقيقة لم تكن مشاركة المرأة الجزائرية جديدة يعني في أيام الثورة فقط، بل امتدت في أعماق التاريخ. فمنذ أن وطئت أقدام المستخرب الفرنسي الدنيسة أرض الجزائر الطاهرة، والمرأة رافضة لهذا المبدأ وقاومته بكل ما تستطيع أن تقاوم، لكن المرأة آنذاك كانت محرومة، ضعيفة، ما تستطيع، ما تتعلم على سلاح ولا عندها سلاح ولا تقدر على شيء، فكانت تقاوم بفطرتها. كانت تحث زوجها على الذهاب إلى القتال في سبيل الله، كانت تشد من أزره، كانت تساعده، تعد له طعامه وشرابه، وتعد لمجاهدين طعام والشراب. هذا كانت تستطيع المرأة آنذاك، تربي أولادها على العز والشرف، تربي أبنائها على أن يكونوا مجاهدين مقاتلين. فالمرأة الجزائرية ما كانت بعيدة عن هذا المجال يعني، لكن كان المجال محدودا بالنسبة لها. في أيام الثورة في الحقيقة المرأة شاركت بشكل أكبر بكثير من ذي قبل. يبدو أن الثورة ضعت خطة ممنهجة جيدة قوية لمشاركة المرأة، لكن مع ذلك ظلت أغلب المشاركة تقتصر على التطبيب، الوضع الصحي يعني، مشاركة في الإغاثة الصحية، النواحي إعداد الطعام والطبخ للمجاهدين، المشاركة في نقل المعلومات من وإلى المجاهدين في المناطق المختلفة، محاولة المرور في الحواجز الفرنسية الموضوعة في مختلف الأماكن في الجزائر بطرق متعددة وكثيرة يعني إلى آخره. هذا سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. أريد أن أقدم بشيء مهم في الحقيقة قبل أن أبدأ. يعني معظم أولئك اللواتي كنا مشاركات في الثورة كنا غير محجبات، يعني ما أدري عن مدى التزامهن بالإسلام، غير الحجاب، يعني قضية الصلاة، قضية التزام بشعائر الإسلام ما أدري، لكن عموما كان هذا هو سمة ذلك الوقت في الحقيقة، وفي الحلقة القادمة سيتضح هذا. الحجاب كان آنذاك قليلا في المجتمع، لم يكن هذا في الجزائر فقط إنصافا، إنما كان في أكثر العالم العربي والإسلامي. نحن الآن في يقظة، في صحوة ولله الحمد، عندنا حجاب منتشر في العالم الإسلامي، وهو الأكثر في الشارع الإسلامي، وهو سمة الواضحة في الشارع الإسلامي، هذا فضل الله ومنته. لكن ما كان هكذا أيام الجزائر وفي أيام الثورة. فعندما نسمع جميلة بوحيرد، عندما نسمع عن لويزا، وعندما نسمع عن زهرة، وعندما نسمع عن أولئك ونراهن في الصور أو في التلفاز المشاركات الإعلامية كذا، نقول أين الحجاب؟ كيف كنا هؤلاء يعملن؟ نحن لابد أن نذكر هنا في هذا في البداية أنهن لم يكن محجبات، ما كنا ملتزمات بالإسلام كما ينبغي، وبعضهن كنا محجبات ثم تركنا الحجاب، لأن الحجاب كان تقليدا كما سيظهر ها هنا. طيب، التصرفات التي كنا يعملنها أنا سأذكرها إن شاء الله تعالى في ثنايا حديثي، لكن هذه مقدمة أرى أن لابد منها. بعض الناس يقول كيف مجاهدة جميلة بوحيرد مجاهدة وهي يعني لا تلبس الحجاب، لا هكذا مكشوفة، كيف تكون مجاهدة مثل هذه؟ وأنا أقول إن هذا لا يمنعها إن أقبلت في سبيل الله وعملت ونوت أن يكون عملها هذا في سبيل الله، ما يمنع هذا إن ماتت تكون شهيدة إن شاء الله، وهذه الذنوب هذه شيء آخر. لكن هل هذا كان وضعهن؟ هل كنا يفهمنا أنه جهاد في سبيل الله وفي هل كانت النية موجودة؟ هذا كله أنا لا أعرفه ولا أستطيع أن أتحدث فيه، لكن هذه مقدمة لأن كثيرا من الناس ينظر وينكر، فأقول على رسلكم لا تعجلوا في الإنكار قبل أن نفهم الوضع العام للجزائر آنذاك.
أيضا خصت زنازين كبيرة وخطيرة للنساء من أجل كسر العزة للرجل الجزائري ومحاولة تحطيم الثورة. تقريبا عدد اللواتي تم اعتقالهن بالنسبة للرجال يبلغ 16%، وهذا عدد كبير في مجتمع محافظ إسلامي كالمجتمع الجزائري. هذا ناهيك عن بعض الأعمال الأخرى التي جرت عليهن، وسأتي إن شاء الله تعالى. جميلة بو حيرد، حسيبة بنت بو علي، مليكة قائد، مريم بو عتورة، وهكذا يعني أسماء كثيرة. جميلة بو حيرد مثالا ولدت في حي القصبة عام 1935، والدتها تونسية، كانت تربطها علاقة جيدة بوالدها، جميلة ومع والدها، كانت هي البنت الوحيدة مع 7 من الإخوة، والتحقت معها التفصيل، وكان أبوها من المناضلين الثائرين على المستخرب الجزائري. أمها يوما سمعتها وهي تقول، تردد عبارة من كتب التاريخ، تقول: أسلافنا هم الغال. الغال هم قومية من فرنسا، هذه القومية هي التي كان يشرح في كتب التاريخ، يقال قديما بلاد الغال، فإذا سمعتم بلاد الغال يعني فرنسا. فيقولون: أسلافنا هم الغال. فغضبت أمها، قالت: الجزائر وطنك، والعروبة هويتك، والإسلام دينك، وإفريقيا جنتك التي يجب أن تعود كاملة لأصحاب الإفريقيين. هذا كلام رائع وقوي. الأم يبدو أنها كانت واعية عندما قالت: والإسلام دينك، والعروبة هويتك، يعني هذا كلام هو الصحيح. في الطابور كان يردد التلاميذ الطلاب والطالبات: أمنا، نشيد أمنا أي فرنسا. كانت وحدها تردد: الجزائر. أمنا يقولون فرنسا، هي تقول أمنا الجزائر. فغضب الناظر وأخرجها وعاقبها بشدة، لكن أصرت على موقفها. المهم بدأت وهي ما زالت تلميذة في سنة 1956، تحقت بصفوف الثورة الجزائرية وطلعت بالمهام الصعبة التي لا يقوى عليها الرجال الأشداء، تقوم بنقل الأسلحة، زرع القنابل، العبوات الناسفة في الأماكن التي يرتادها المستخرب، كما عملت مسؤولة ارتباط مع القائد سعدي ياسف. لذلك أصبحت من أكثر المطلوبين من طرف الاستخراب الفرنسي. كانت وهي ابنة 22 من عمرها حلقة الوصل بين قائد الجبل في جبل التحرير ومندوب القيادة في المدينة، وكانت أول متطوعات زرع القنابل في طريق الاستخراب الفرنسي. ونظرا لبطولاتها أصبحت المطاردة رقم 1، وتم القبض عليها سنة 1957 عندما سقطت على الأرض تنزف دما بعد إصابتها برصاصة في الكتف، ويلقي القبض عليها. وبدأت رحلتها القاسية من التعذيب من صعق كهربائي لمدة 3 أيام بأسلاك كهربائية ربطت على حرمتي الثديين وعلى الأنف والأذنين. تحملت التعذيب ولم تعترف على زملائها، ثم تقرر محاكمتها صوريا وصدر ضدها حكم بالإعدام. فقالت جملتها الشهيرة التي قالتها آنذاك: أعرف أنكم سوف تحكمون علي بالإعدام، لكن لا تنسوا أنكم بقتلي تغتالون تقاليد الحرية في بلادكم، لكنكم لن تمنعوا الجزائر من تصبح حرة مستقلة. وكانت سجن بربروس، وكانت تهذي من كثرة التعذيب، وكان بعض المحامين متعاطفا معها وبقوة، وصدر الحكم عليها بالإعدام. فقالت لهم بقوة وثبات: أنا أعلم أنكم ستحكم علي بالإعدام، لكني بريئة. استندتم في حكمكم إلى أقوال فتاة مريضة رفضتم عرضها على طبيب الأمراض العقلية. طبعا محامية كان فرانسيس موجاك فيرجيس، هذا تزوج منها بعد خروجها من السجن، عمل كل ما في استطاعته من أجل إنقاذها من المقصلة، وفعلا كان ومؤمن، كان أشد الإيمان بقضية الجزائر وحق الشعوب في تقرير المصير، واستطاع أن ينشر قضيتها في فرنسا وفي أماكن كثيرة من العالم. كان داغ هامرشولد السكرتير العام للأمم المتحدة، كان سويسري، استلم بطاقات كثيرة من كل مكان في العالم بسبب هذا المحامي. تقول: أنقذ جميلة. ومع ذلك بعد ذلك، مع الضغوط هذه الهائلة، خفف عنها حكم الإعدام، ثم خرجت بعد ذلك وأسلم المحامي وتزوجها جاك فيرجيس. طبعا كلام طويل هنا. هل بعض الناس يسأل ممكن: هل هذه مهمة النساء أن يتعرضن لما يتعرضن له، وأن يعملن هذه المهمات الثقيلة، هل يمكن أن يعملها الرجال؟
ونقول هذا كلام صحيح، هذه مهمة الرجال، ليس من مهمة الإنسان يصنعنا ذلك، لكن بعض المهام التي قد يضطر لها وتكلف بها بعض النساء لابد من ذلك، فهذا أرجو أنه إن شاء الله تعالى لا بأس به. إذا كانت هناك بعض المهام، يعني مثلا تمشي المرأة بسلة سلاح كما كانت تصنعها هنا بعض النساء، سلة سلاح وتعبر بها أمام الجيش الفرنسي، تتظاهر بأنها امرأة عجوز وتلبس الحائك هذا الأبيض وتظاهر أنها عجوز وتمشي وسلة السلاح، مثل هذه الأعمال لا بأس بها، ليس فيها في هذه الأعمال مانع، لكن هذه الأعمال الأخرى قد تختلف وجهات النظر في تقويمها. لذلك نقول إن المسألة تقدر بقدرها، وليست هذه الحلقة هي حلقة فتوى، إنما هي أنا أقول فقط نظرا بعض الناس يمانع في مثل ذلك، أقول المسألة تقدر بقدرها. إن احتيج للنساء في مثل هذه القضايا، في قضايا لا يقدر على إنجازها سوى النساء، فأرجو أن يكون هذا لا بأس به مع مراعاة قدر الإمكان الضوابط الشرعية. وإلى الأصل أن تكون مرأة في بيتها، هذا هو الأصل، ترعى أولادها وترعى، لأن إذا رجل خرج من بيته والمرأة خرج من بيتها لهذه الأعمال وهي أعمال رائعة، نعم، لكن من سيرعى الأولاد؟ الأولاد سيضيعون إذن، فالمرأة أصلها وكان في البيت، لكن احتاجت الخروج لعمل مثل هذه الأعمال الجهادية الثورية في أشياء لا تقدر عليها سواها، فلا بأس، لا بأس، تضبط بضوابط شرعية قدر الإمكان. نحن لا نحاكم الآن جميلة بحيرد ولا لويزا ولا غيرها، مسألة انتهت، لكن نحن نقول هذه الحلقات هي للحاضر وللمستقبل، للاستفادة من الحاضرنا، للاستفادة من تاريخنا في حاضرنا وفي مستقبلنا. فمثل هذه الأعمال يعني أرجو أن تضبط بميزان الشرع، وأن تؤخذ المرأة فقط في قضايا التي تحتاج إليها. لماذا؟ لأن إذا أمسك بها ستكون عرضة لمشكلات كبيرة، لانتهاك العرض كما سيأتي هنا، وللتعذيب المستمر، وقضايا ليس للنساء طاقة بها أو حاجة إليها. هذه يمكن عبارة أضبط. نعم. ولويزا أيضا تقول كان هناك كثير من حواجز التفتيش، وقيل لي أنت سوف تقومين بحمل السلاح وسيكون هناك أحد الناس بجوارك. تقول الأجمل هو كيف نقلت السلاح داخل صندوق للأحذية، وصلنا إلى حاجز التفتيش، كان هناك حاجزان أو ثلاثة، فقال لي المرافق يعني عليك بتدبير أمرك، انتبهي، عليك بتدبير أمرك، سوف تقدم أولا وتأتين بعدي. وتقدم بالفعل وقام جنود بتفتيشي تفتيشا جيدا، ثم سمحوا له بالمرور، وظل بعدها يراقبني بعين واحدة ليرى كيف أصنع في الحاجز هذا. في هذا الحاجز تقول مرت ولم تهتز، ومرت سلة السلاح. يعني مثل هذه القضايا لا بأس، لأن يعني ظن أن مرأة وهذه السلة فيها خبز ولا بأس. حتى الخبز نفسه كان المجاهدون يعجنون الخبز وفي داخل السلاح، الخبز هذا الكبير أو الطويل وفي داخل السلاح، ويهرب جميع أنحاء الجزائر. مثل هذه القضايا أرجو أنه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. نعم. زهرة ظريف ومقتطفات من حديثي أيضا هنا، هو حديث مهم يبين بعض ما أريد في هذه القضية. كانت في مقتبل العمر حين اعتقلت، لكن صلابة عزيمتها كانت تناقض نعومتها، وتقول هي كانت على مقاعد الدراسة حين كان المستخرب الفرنسي يضرب بلادها بالحديد والنار، تخلت عن الكتب، وضعت في حقيبتها القنابل وانضمت إلى صفوف المقاومة. اعتقلت وسجنت في فرنسا لتخرج من السجن أقوى مما كان عليها حالها قبل ذلك. التقرير يصفه بأن واحدة من النجمات اللواتي استطعن في سماء الجزائر، واستطعن يصنع أشياء جيدة في الثورة. هنا طبعا كلام مثلا قالت كنا جميعا مجموعة من النساء، كنا قد تتلمذنا جميلة أبو حيرد وزهرة ظريف وجميلة أبو عزة وجميلة أبو باشا وفتيحة أخيتي إلى آخره، كنا درسنا مدارس فرنسية على أيدي أساتذة فرنسيين. يعني تريد أن تقول أنهن قد تشبعنا بالثقافة الفرنسية، لكن مع ذلك بقيت الجزائر في قلوبهن، بقي العمل لأجل الجزائر في قلوبهن، كانت أول فرصة أتيحت لهن تقدمنا وعملنا وما التفتنا إلى كل ما فعله المستخرب الفرنسي في المدارس. طيب تقول كنا مرت في سوق
وفيه مجموعة من الفرنسيين، تقول في ذلك الوقت كنت محجبة، ليتك ظلت محجبة. نعم، ففي الأحياء التي يكون فيها في وسط القصبة كنا نحط الحجاب، نضع الحجاب، وكان عندنا حايك، الحجاب اسمه حايك، يعني هذه الملاءة تلف المرأة على جسدها، وكنت حاملة قفة فيها القنابل، وهكذا نمشي حتى صرت بوسط الفرنسيين منفردة. تقول نعم، وتمثل أنها امرأة عجوز تحمل السلة، فأخذت أقول عندما أوقفت، يقول أخذت أقول كلمة بالفرنسية وكلمة بالعربية، أخذت أتكلم بصوت امرأة عجوز، مما جعل الضابط يقول لها يقول لصاحبي اجعلها تمر، ألا ترى أنها عجوز وأنا لا تستطيع حتى أن تتكلم كما ينبغي. نعم، قالت امرأة أخرى تقول ساهمت أيضا في نقل الأسلحة، تقول كان ذلك سهلا بالنسبة لنا أيضا بفضل مظهرنا الأوروبي، مظهرين يعني ما هناك حجاب، يعني كنا نخطط لعمل في مطعم نعرف بوجود بعض الجزائريين فيه، يعني تقول من الخونة الذين يعملون مع الفرنسيين ضد شعبهم، وتم إرسالنا نحن لدراسة المكان ولنرى أفضل طريقة لوضع قنبلة، وهل أفضل هو وضع قنبلة من قبلنا أو تحضير الانفجار مع بعض الإخوان في الثورة يعني. وهكذا تقول كنا نضع الحجاب الأبيض الذي ساهم في حمايتنا، بالنسبة للواتي كنا مطلوبات، حضرنا لكل شيء، وكنا نخطط تنظيم مسيرة صامتة من آلاف النساء باتجاه مخفر للشرطة وقصر الحكومة آنذاك. هنا أيضا عديد من الشهادات، أنا أريد أن أوجز لأن أريد أن أصل إلى رسالة، عديد من الشهادات في هذه الطريقة. تقول الفرنسيون لم يترددوا بمعاملتنا بشتى الطرق الوحشية، وكنا نؤمن أن سننتصر وعاجلا وآجلا سيتم قهر الغزاة وطرد المستخرب، وإن السجن ليس إلا محطة طبيعية في طريق المناضلات. وكتبت رسالة إلى المحكمة الفرنسية تشرح فيها وجهة نظرها. نعم، هنا أيضا شهادة أخرى في هذه القضية للويزا. لويزا هذه أيضا كنت تحدثت عنها فيما سبق حديثا موجزا، لكن في حقيقة هذه تعرضت لعذاب شديد، وأبوها يعني سجن في السجن الفرنسيين وعذب عذابا كبيرا وكبيرا جدا. وثم بعد ذلك كانت تبحث عن أبيها بقوة، فوجدت أباها مسجونا في مكان بعيد، فلما رأته ما عرفته من شدة التعذيب، وحلقوا له شاربه ويريدون إهانته وتمريغ كبريائه في الأرض، لكنه صبر وهي صبرت على أيضا عندما سجنت على عذاب وعذاب طويل. تذكر قصة أنا أريد أن نقف عندها قليلا، تقول لم نكن نساء خارقات، لكننا كنا نتعلم السيطرة على أنفسنا، ومع ذلك كيف لنا كبشر أن نتوجه نحو الخطر دون نشعر بالخوف؟ حقيقة هذا غير ممكن، كان علي أن أجد طريقة على الفور، فالحاجز يضغط علي يوقفني، وماذا سأفعل إذن في الحاجز العسكري يعني؟ أعطيت الصندوق حيث وضعت السلاح إلى جندي التفتيش، ثم أعطيت حقيبتي، ثم شرعوا في تفتيشي لم يجدوا شيئا، ما فتشوا الصندوق، بدأوا المزاح وكنت جميلة، فأخذوا يقولوا لي كيف حالك، هل ستأتين هذا المساء؟ كنت أقول بالتأكيد سوف آتي، كان علي مجاراتهم في المزاح، قد كانت لدي مسؤولية كبيرة. والأجمل هو الطريقة تصرفت بها، أخذت حقيبتي وتظاهرت بنسيان صندوق الأحذية حيث وضعت الأسلحة، بعد دقيقتين صرخوا في لقد نسيت صندوق الأحذية، فالتفت وأخذتها ومرت وأعطيت السلاح لخالي يعني. هنا هذا طبعا تعرضت لموقف خطير وخطير جدا، هذه المرأة بهذه القضية. لكن هنا الذي أريد أن أقف، ماذا يمكن أن نحكم على هذا العمل، خاصة أن تقول قبلها بعض الأخوات كنا نمر مجموعة بمظهر أوروبي ونتراقص ونمزح أمام الجنود حتى يعني يظنوا أو لا يظنوا بنا أو لا يشكوا بنا، فكنا نتراقص ونمزح ونأتي أمام المحلات التي هي لها أهداف محددة للدراسة، فهل هذا العمل يجوز يعني؟ هذه عبرة وعظة، هذه حلقات في عبرة وعظة. أنا أقول الإسلام الغاية فيه لا تبرر الوسيلة إطلاقا،
الغاية لا تبرر الوسيلة. لسنا مثل ميكافيلي الأمير الإيطالي الذي طبعا شرع هذه القاعدة، الغاية تبرر الوسيلة. وكثير من الحركات الثورية التي تنتسب إلى العروبة والإسلام اتخذت هذا المنهج سبيلا لها، استعمال المرأة في قضايا كثيرة. هم يقولون يعتذرون عن ذلك بقولهم إنه لا بد من ذلك، وأن هذا من أغراض التي توصل إلى أهداف الثورة. وأنا أرى أن هذا المنهج منهج خطير، لأن إذا فتح على مصراعيه وانعدمت الضوابط الشرعية فيه أو قلت أو ضعفت أو تسوهل فيها، هذا يؤدي إلى نوع كبير من الفساد. لذلك هذه القضايا تحتاج إلى ضبط، وضبط كبير. وسبق أن قلت أنه لا يمكن أن تخرج المرأة إلا إذا احتيج لها، خاصة في محلات خطرة وأماكن خطرة مثل هذه. لكن هذا شيء مضى، ونحن نشكرهن يعني، وندعو لمن بقي منهن أن يبقى على الجادة إن شاء الله، وأن يعرف طريق الإسلام، أو إذا عرف طريق الإسلام تبقى عليه وتثبت حتى الممات، ونترحم على من مات منهن. هذا واجبنا الآن، لكن نتحدث عن الحاضر والمستقبل. طبعا هذه أخذوها لويزا، هذا كنا نخشى على النساء، هذا الذي نخشاه على النساء عندما نقول هذه العمليات خطيرة وخطيرة جدا. أخذوها، وكان هناك جنرال اسمه غرازياني فرنسي كان يعذبها بالضرب على وجهها، ثم تقول بعد ذلك لكنهم أهانوني ولطخوا سمعتي بعد ذلك. طبعا تقصد إنهم قد اغتصبوها، وكانت مجبرة، هناك جبيرة تحوط بأجزاء من جسدها. تقول لقد أخذوا كل ما استطاعوا وأنا ما استطعت أعمل شيئا، الجبيرة وكذا، تقصد يعني الاغتصاب. فالجبيرة حاولت الانتحار مرارا، أسأل الله أن يسامحني، أسأل الله نعم أن يسامحك، وحاولت الانتحار تقول مرارا حتى تخلص من هذا الوضع. حتى أنه بعضهم كان يأتي ويدخل آلات حادة في أماكن العفة، وبعضهم يكسر الجبيرة حتى توصل إليها. ويعني قصص مؤلمة ذكرتها، أنا أوجز في هذا المكان أفضل شيء. أمي لما قابلتها تقول أمي أول شيء سألتني هل اعتدوا عليك؟ لقد وجدت هذا رهيبا، هذا السؤال من أمي صعب جدا، وأمي كانت مهتمة بهذا. تقول دائما لم أكن أستطيع النوم بعد ذلك دون كوابيس، لما أستطيع تتحدث بصراحة عن التعذيب دون أن أبكي وأنتحب. الآن لا يكفي أن لا يستطيع أن أتحدث عن هذا الآن، ذهبت تلك الأيام لكن لم أرتح حتى الآن، وعندها أولاد وعندها أحفاد. لقد تزوجت وكان زواج عن الحب، لكن الذكريات كانت تعودني دائما دون توقف. غرازياني قام بتعذيبي، وفي أحد الأيام ظننت كنت سأخنق زوجي، تقول لأني ظننته من المظليين الجلادين الذين عذبوها، وزوجي يفهم هذا ويساعدني ويسامحني، لكني لا أعيش حياة طبيعية، أحاول أن أنسى، أن أتكلم حتى تقول يعني تسلي نفسها بالكلام، لكن تحاول أن تنسى ما جرى عليها. وتقول لا أستطيع ولو لمرة واحدة منذ اعتقالي أن أغلق عيني وأن أنام نوما هادئا. هذه مصيبة جرت على هذه المرأة، وهذا الذي نخافه على النسوة في هذه القضايا. رجل قد يكون أشد احتمالا من المرأة، وفي النهاية هو مطالب أن يجاهد، مطالب أن يخرج، مطالب أن يعمل شيئا ينقذ أمته، والمرأة مطالب أن تعمل شيئا، لكن في مجالها، كل في مجاله. هذه عظمة الإسلام، أن كل فرد فيه مطالب أن يصنع شيئا. في أيام الجهاد والثورات والعمل ضد المستخرب، وكل رجل أو امرأة هناك في الإسلام مطالبان بأن يصنع شيئا، لكن كل في مجاله، كل في مجاله. هؤلاء النسوة في الحقيقة أظهرن بطولات رائعة، وعملن عملا جليلا في أيام الثورة الجزائرية. هذه أمثلة سمح الإعلام بإظهارها، لكن هناك أمثلة كثيرة جدا تحت التراب ما ظهر ما عملته، لكنه باق عند الله تبارك وتعالى، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد جل جلاله. يوم يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فنحن نهنئ هؤلاء النسوة على ما صنع، ونرجو أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنهن فيما حصل من تقصير. وفي النهاية نقول إن المرأة الجزائرية أثبتت عظمتها وأثبتت صلابتها وأثبتت قوتها بمثل هذه الأعمال، وبأعمال كثيرة ابتدأت منذ دخول المحتل الفرنسي إلى أرض
الجزائر. أعمال جليلة ورائعة وكبيرة وتذكر فتشكر، لكننا في معرض الاستفادة منها والاعتبار والاتعاظ ذكرت ما ذكرت من وجوب اعتبار الضوابط الشرعية واعتبار الأحوال المرعية، وأن لكل وظيفته وأن لكل عمله. بهذا أختم القسم الثاني. كنت تكلمت في المرة الماضية عن حالة العامة التعليمية والثقافية للمرأة الجزائرية في مدة احتلال فرنسا، وفي هذه الحلقة تحدثت عن مشاركة المرأة في الجهاد منذ دخلت فرنسا إلى الثورة الجزائرية في 1954 حتى الاستقلال. سأذكر في القسم الثالث أمر مهم جدا، وهو حالة المرأة الجزائرية من حيث الالتزام بالإسلام والحجاب. كيف حاولت فرنسا بكل ما أوتيت من قوة أن تحطم الحجاب عند المرأة الجزائرية بوسائل دنيئة، بشراء ذمم وضمائر، بمحاولة إخراج المرأة بكل ما تستطيع من وسائل آنذاك. سأذكر هذا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لتكتمل صورة المرأة الجزائرية التي نسعى اليوم لأن تكون هي المشاركة الفعالة في المجتمع، أيضا في مجالها، فيما تستطيع، فيما هيئت له، فيما خلقت له، فيما يساهم، فيما هو من فطرتها وطبيعتها وأنوثتها، وهي فاعلة إن شاء الله تعالى. وها هي المرأة الجزائرية، ولله الحمد في الجزائر اليوم قد الأصل في الجزائر والشعر الجزائري أن المرأة فيه محجبة وأن المرأة فيه مسلمة ملتزمة، وما عدا القليل ممن ننتظر أن يهديهن الله تبارك وتعالى سواء السبيل. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم.